عين اليوم وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي المشاريع التي تمكن ولاية تلمسان من عصرنة شبكة الطرقات كربط الغزوات ومرسى بن مهيدي بطريق السيار الشرق غرب، داعيا المؤسسات المنجزة إلى تسريع الوتيرة. يقول بالمهدي بالمال: عصرنة شبكة الطرقات حددتها ولاية تلمسان باستلام جملة من المشاريع كمحول على الطريق الوطني رقم 22 للتخفيف من الحركة المرورية التي تشهدها أيضا كل من الغزوات ومرسى بن مهيدي خلال موسم الاصطياف. زيارات اليوم اللي مست القطاع كله من ناحية الموانئ وأيضا الطرقات، نقول فيها تقدم كبير وكبير جدا، وكل المشاريع في الميدان بصفة ماشية كلها في المستوى، والمطلوب من الشركات يقعدوا في هذا الإطار هذا نتاع الإنجاز يوما ونهارا. وأيضا نشكرهم على المجهودات الجبارة نتاع الأيام الأخيرة والأشهر الأخيرة هذه في تقدم الأشغال تاعهم. وينتظر من الميناء الجديد الجاري إنجازه للصيد البحري على مستوى منطقة سيدي يوشع تقديم إضافة لتعزيز قدرات ولاية تلمسان اقتصاديا واجتماعيا.